بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. اليوم بإذن الله يا إخوان راح نستكمل السلسلة الخاصة بالمبتدئين في كوكب الأرض عشان نخلص المهمات اللي لازم تخلصها الآن. طبعا يا إخوان لو تتذكروا في الدروس السابقة أو المقاطع السابقة اللي قبل كده خاصة بالمبتدئين حرصنا أن احنا نخلص أهم المهمات الموجودة في كوكب الأرض. بعد كده خلصنا الكويست الخاص بشخصية بور وفتحنا كوكب فينوس. في الخطوة اللي بعدها يا إخوان لو تتذكروا أوردوس خيرتنا بين خيارين. الاختيار الأول إن إحنا نروح نقاتل الكوربوس في كوكب فينوس اللي هم الآليين وقالت لنا إنهم أشخاص خطيرين، تمام؟ والاختيار الثاني إنه جتنا رسالة من دارفو اللي أنقذناه في بداية اللعبة. لو تتذكروا في شخصية أنقذناها في بداية اللعبة، دارفو في البداية أرسل لنا رسالة قال لازم تزورني. فالحين أنت الآن عندك خيارين، إما إنك تكمل في كوكب فينوس عشان تطلع مثلا منه قطع جديدة وشخصيات شخصيات جديدة إلى آخره، أو إنك تخلص معايا كوكب الأرض. طبعا كل الطريقتين ممتازة، تقدر تلعب هنا وتلعب هنا مرة ثانية براحتك، لكن أنا حريص إني أخلص كوكب الأرض وبعدين أبين لكم الأشياء المهمة من هذا الفيديو، تمام؟ تابع معايا الحين شوف إيش اللي راح يصير معنا. طبعا آخر مهمة خلصناها في كوكب الأرض يا إخوان اللي هي الدخول لمدينة سيتوس هنا، تمام؟ وتعرفنا على هذه المدينة وعرفنا أنها مهمة جدا وطريقة اللعب فيها مختلفة كليا عن جميع نظام الكواكب، فهي مرحلة تعتبر كتغيير في طريقة اللعب الخاصة فيك. وثاني شيء يا إخوان عندنا المنطقة هذه، هذه المنطقة هي المنطقة الخاصة بالعالم المفتوح، يعني تقدر تدخل العالم المفتوح من هنا بشكل مباشر وتقدر تدخل عن طريق البوابة الموجودة جنب شخصية كونزو في العالم المفتوح في مدينة سيتوس. تقدر تدخل العالم المفتوح أو إنك تدخل من هنا بشكل مباشر. فنصيحتي لك من الآن إنك إذا كنت تبغى تجمع قطع معينة عند كونزو تدخل في مدينة سيتوس، لكن إذا كنت تبغى تفرم على أشياء عادية في نفس العالم المفتوح ادخل من هنا بشكل أسرع عشان ترتاح. الحين يا إخوان لو تلاحظوا إن عندي المهمة تفرعت إلى جزئين، الجزء الأول هنا والجزء الثاني هنا، تمام؟ طبعا كل المهمتين هذه أنت لازم تسويها وتخلصها، لكن أنا راح أسوي الشيء المهم الآن فقط، بعد كده أنت راح تتصرف في جميع المهمات الموجودة في هذا الكوكب. عندنا المهمة هنا يا إخوان مهمة موبايل ديفنس. موبايل ديفنس عبارة عن حماية ثلاثة أجهزة، هي اللي راح ننفذها اليوم. وإذا كان تسألني تقول ليش ما ننفذ المهمة اللي تحت، لأن هذه المهمة هي تعتبر المهمة الأهم في شغلنا اليوم عشان راح تودينا للبوابة الخاصة بكوكب مارس. بعد كده ما نفتح هذه البوابة نقدر نروح لداربو هنا، فهمتوا؟ فهذه المهمة إذا جهزتها الآن تقدر تكمل معايا الدرس القادم بإذن الله كيف تفتح كوكب مارس. لكن إذا كان إنك تبغى تخلص مهمات الأرض خلصها، ممكن توصل معك المهمات إلى هذه المنطقة تقريبا وتوقف معك. ليش؟ لأنه في كويست لازم تنفذ معاه هذه المهمات، فأنت احرص إنك تنفذ الشيء اللي يناسبك. فالمهم الحين راح ندخل هذه المهمة. This is a mobile defense mission. You must deliver payloads and defend a number of locations while I break into the network. Be prepared for heavy resistance. I can't do this without you. طيب زي ما انتم شايفين عندي فوق في اليسار مكتوب 0 من 3، هذه عدد الأجهزة اللي لازم نحميها، تمام؟ فأنت احرص انك تكون منتبه في حماية هذه الأجهزة. لو تدمر عليك جهاز واحد راح تفشل عليك جميع المهمة. والقطعة هذه اللي أمامي الآن يا إخوان هي المفتاح الخاص بهذه المهمة. شيل المفتاح الآن وتحرك. طبعا في هذه المهمة حاول إنك ما تكسر صناديق كثير، يعني لا تبعد عن الجهاز المطلوب حمايته، لأنك لو بعدت بيدمجونه ويكسرونه أو يفجرونه، وقتها راح تفشل عليك المهمة. شوف الحين تيجي هنا ركب المفتاح. الحين بدأت عملية الحماية، لاحظ الحين لاحظ الحين شكل الجهاز علامته تغير، صارت زي الدرع كذا الأصفر، فبالتالي أنت لازم تسوي له حماية زي ما أنتم شايفين. طبعا مدة الحماية زي ما أنتم شايفين الحين 41 ثانية وزي كذا، كل الجهاز تقريبا ياخذ منك دقيقة حماية
حتى تخلص الثلاث الأجهزة كلها. هذا واحد اللي يدمره. Still working on it. Continue to defend. رمى علي قنبلة الحين بتنفجر، انتبه، حاول انك تنتبه. شوف هذا، خلصنا الجهاز الاول، تحرك الحين الجهاز الثاني. طيب هذا الجهاز الثاني زي ما انتم شايفين، كويس. جنبه بيت للكلاب، حاول انك تكسر هذا البيت برضه. معلش انا سلاحي شويه معتني فيه، نظبطه. فاللي حابب يظبط اسلحته يشوف الشرح الخاص بالدليل الثالث للمبتدئين، يوضح لكم ان شاء الله كيف تقوي الاسلحه الخاصه فيه. Assault team is headed your way. Still working on it. Continue to defend. خلصنا هنا. Terminal spotted. Upload me and prepare to defend. شوف الحين فوق في اليسار كان 2 من 3، والحين هذا آخر جهاز تقريبا، يعني 3 من 3. إذا خلصنا إن شاء الله راح تنجح معنا المهمة. خلاص خلصنا، كويس. طبعا انت حاول انك تكسر جميع البيوت الخاصة بالكلاب، لانه الحين راح يجيك مرحلة خاصة بتويست خاص بالكلاب. فانا انصحك انك اذا دخلت اي مكان في مدينة الارض او اي خريطة او اي مهمة فيها، حاول انك تدور على البيوت الخاصة بالكلاب وتكسرهم. طبعا هنا في بيت اكسره. الغرض يا اخوان لما تكسر البيوت الخاصة بالكلاب انك راح تلقى عندهم اللي هي البيضة. البيضة هذه ضرورية جدا عشان تخلص فيها الكويست القادم. فانا راح اشرح ان شاء الله قريب. لاحظوا هنا في بيت ثاني، فراح اكسره برضه، ما طلع شيء. عموما هي راح تكون حول البيت، لما تكسره تلقاها حوله، خذ لفة حول البيت بإذن الله انك تقدر تشيلها.
طيب زي ما انتم شايفين الحين وصلنا للمرحلة الخاصة بالبوابة اللي هي تفتح كوكب مارس. طبعا هذه لها شرح مستقل عشان لازم ننفذ الشروط الموجودة في الجهة اليسار، هذه لازم نشرحها كلها ونوضحها كلها بالتفصيل الممل لأنها متعبة شوية شروطها وراح تساعدك كثير في تقوية شخصيتك. فالمهم يا شباب إذا فكينا هذه المنطقة الخاصة بكوكب مارس راح ينفتح لنا المنطقة الخاصة اللي موجود فيها داربو، فإحنا نبغى الآن نوصل لهذه المنطقة بإذن الله عز وجل. في الدرس القادم بإذن الله راح نتعلم كيف نفتح كوكب مارس، مع أنه كوكب مارس لما تيجي تبغى تفتحه راح تتعب كثير، لكن راح نوضحه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا اللي كان عندي يا إخوان في هذا الفيديو، أتمنى تكون المعلومات وصلت بهذا الشرح. لا تنسوا يا إخوان دعم القناة من اشتراك ولايك، ولا تنسوا نشر الفيديوهات، وأشكر لكم يا إخوان التفاعل الممتاز خصوصا الناس المبتدئين اللي دائما يتابعوا السلسلة الخاصة فيهم. هذا اللي عندي وسلامتكم، مع السلامة.